أهلا بكم من جديد. نبدأ النشرة كالمعتاد من الشأن المحلي، حيث رخص مركز البحرين للمستثمرين خلال أسبوع ل 128 شركة جديدة تعمل في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية في المملكة، والممتد من 19 ولغاية 25 من أغسطس الجاري. وقد بلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات الجديدة أكثر من مليون دينار، مع تسجيل 122 سجلا نشطا دون ترخيص وست شركات نشطة. وقد أظهرت بيانات موقع سجلات التابع لمركز البحرين للمستثمرين تسجيل مصنع الكوكب الأخضر للفحم برأس مال يبلغ ربع مليون دينار. وبحسب بيانات سجلات، فإن الشركة لا تزال في طور استكمال الحصول على التراخيص لمزاولة النشاط. وبشأن الشركات النشطة، ذكرت بيانات المركز بأنه تم تسجيل ست شركات برؤوس أموال بلغت 100,000 دينار، كما تم الترخيص لشركتي مقاولات وتسويق برأس مال 10,000 دينار لكل شركة. في خبر آخر، حقق قطاع الاستثمار صافي أرباح تجاوز 141 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري 2017، وذلك بزيادة نسبتها 34% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2016. وقد جاءت مجموعة بنك ABC المؤسسة العربية المصرفية في المرتبة الأولى من حيث الأرباح المتحققة في النصف الأول من العام الجاري، مشكلة 27% من إجمالي صافي أرباح القطاع، حيث بلغت 102 مليون دينار. وقد حل بنك انفست كورب ثانيا بنسبة 22% من إجمالي صافي أرباح شركات الاستثمار المدرجة في البورصة، حيث حقق ربحا صافيا بلغ أكثر من 84 مليون دينار دولار، فيما سجلت مجموعة البركة المصرفية المرتبة الثالثة بنسبة 18% من إجمالي صافي أرباح شركات الاستثمار المدرجة في البورصة، لتحقق ربحا صافيا وصل إلى 70 مليون دولار. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم، ونبدأ بالسوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 7225 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.28%. وبالنسبة لبورصة الكويت، فقد أغلقت عند مستوى 6914 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.42%. ونأتي لأداء سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي أغلقت عند مستوى 4479 نقطة كما هو موضح على الشاشة بانخفاض بلغت نسبته 0.31%. ونأتي أخيرا لأداء بورصة البحرين، حيث أقفل المؤشر العام عند مستوى 1302 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0%. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1,494,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 440,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 23 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الشركات المقفلة، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 73.29% من القيمة الإجمالية للأسهم. في خبر آخر، تعكف مجموعة عمل مشتركة تضم 20 جهة حكومية بينها هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية تداول وعدد من الوزارات وتحديد شركات القطاع الخاص المؤهلة للإدراج في سوق الأسهم السعودية، وذلك للوصول إلى 270 شركة مدرجة خلال الخمس سنوات المقبلة. ووفقا لصحيفة الاقتصادية، فإن مجموعة العمل سوف تتولى تحديد الشركات الواعدة ذات الاحتمالية الأعلى للإدراج لتحويل منشآت القطاع الخاص إلى شركات مساهمة عامة ضمن خطة حكومية لتوفير بيئة ملائمة لتكون محركاً اقتصادياً مهماً للدولة. وتم توجيه الخطة للغرف التجارية الصناعية السعودية ومنتسبيها لدراسة أوضاعهم والاستفادة من التحسينات التي ستجرى على الخطوات والقواعد المنظمة للإدراج.
في الإمارات أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن المرونة والتناغم بين القطاعين العام والخاص ضروريان للحفاظ على المكتسبات ومضاعفتها. وأشاد الشيخ محمد بن راشد في تغريدات على تويتر بحلول القطاع الخاص الإماراتي في المرتبة الأولى عالميا في الجاهزية للتغيير والمواكبة والاستفادة من الأحداث حوله، وجاءت الحكومة الإماراتية في المرتبة الثانية عالميا وقدرة المجتمع في المرتبة 17 ضمن مؤشر KPMG الدولي للجاهزية للتغيير لعام 2017. وكان المؤشر قد صنف دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالميا في قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتقنية. وإلى التداعيات الاقتصادية لمقاطعة قطر من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، حيث أكدت ستاندر أند بورز تصنيفها الائتماني لدولة قطر عند سالب AA، وعدلت النظرة المستقبلية إلى سلبية. وتوقعت وكالة التصنيفات أن تفضي المقاطعة العربية على قطر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وعرقلة الأداء المالي، وعزت النظرة المستقبلية السلبية إلى التداعيات المحتملة للمقاطعة العربية على الاقتصاد والميزانية القطرية. وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية قد خفضت نظرتها المستقبلية لقطر من مستقرة إلى سلبية. وقالت الوكالة إن الدافع الرئيس إلى تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية هو المخاطر المالية الناتجة من أزمة قطر مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.